حبايبي ابطال الصف الخامس الابتدائي، ستيب هيد عامل مراجعه عظمه على عظمه. هنراجع مع بعض مراجعه شامله على اهم المفردات، اهم الكلمات، اهم التعبيرات، اهم حروف الجر، اهم القواعد الخاصه بيونتس 3 اند 4. مراجعه نوفمبر هتستفاد منها المراجعه دي كمان، حتى لو انت امتحنت نوفمبر هتستفاد منها في مراجعة آخر العام، علشان هي مراجعة شيقة ودسمة. السؤال الأول عبارة عن choose the correct answer، اختار الإجابة الصحيحة. Number one, the carpenter, shoemaker, doctor, teacher makes boots and shoes. لازم أفهم المعنى كويس جدا جدا. مين هو اللي بيصنع الأحذية الطويلة بوتس والأحذية العادية؟ أكيد طبعا. مين يا نور هيقول لنا الإجابة؟ اتفضل. شو ميكر؟ ذا شو ميكر، صانع الأحذية طبعا، هو اللي بيصنع بوتس اند شوز. نمبر 2، ذا شو ميكر وركس ان ا، صانع الأحذية يعمل فين؟ سوبر ماركت، كلوز شوب، ورك شوب، سكول. نور، وركشوب ورك شوب وركشوب بيعمل طبعا، مش بيشتغل في السوبر ماركت ولا محل الملابس ولا المدرسة. نمبر 3، I didn't do my homework، لم أفعل ولم أؤدي واجبي last night، الليلة الماضية، because I was، بسبب أنني كنت excited، happy، tired، active. إجابتك إيه يا بطل؟ I was tired. tired طبعا، كنت متعب. We usually wear a، عادة بنرتدي إيه؟ نقرأ اللي بعد الأقواس، around our necks، حوالين رقبتنا، when it's very cold، Scar. scarf طبعا، الوشاح. excellent نور، Thank get you. ready. رنا wears، رنا بترتدي ايه؟ on her hands when it's cold. نسمع Gloves. يوسف فريد، gloves طبعا، ترتدي القفازات. علي is an man so all people love him، علي انسان ايه او رجل ايه كل الناس بتحبه. اكيد طبعا. Honest. ايه يا يوسف؟ honest، امين. you'll need، سوف تحتاج، your، because we'll be walking around a lot، هنتمشى كتير يا يوسف، يبقى محتاجين ايه معانا؟ تمشي، سنيكرز، كوتش رياضي طبعا، هيساعدني على التمشية لمسافات طويلة وأكون مستريح. نمبر 8، in Egypt men wear the، this is a long white robe that is very popular، popular، شعبي ومحبوب. إجابتك يا ليه يوسف جلابية. في مصر الرجال جلابية؟ جلابية، وده عبارة عن ثوب أبيض طويل، شعبي ومحبوب جدا جدا في صعيد مصر وفي مصر كلها. اكسلنت يوسف، اكسلنت نور. get ready علي. people يس. in Mexico wear special to protect their faces from the sun، الناس في هات المكسيك دي طبعا قبعات مميزة، اكسلنت علي، علشان تحمي وجوههم من الشمس. we need to our suitcases back، يحزم ويعبئ، نحتاج أن نحزم ونعبئ شنطنا للأجازة غدا. this is my necklace، it's very expensive. إجابتنا سيلفر. إيه؟ سيلفر. متأكد؟ إن شاء الله. لا طبعا، بيرز، اللؤلؤ غالي جدا، اغلى من ايه؟ اغلى من السيلفر كمان.
نكمل. We use cotton, leather, silk, iron to make shoes and belts. لازم Leather طبعا بنستخدم الجلد لصناعة الأحذية والأحزمة كمان. Excellent علي. Ready كارما. We wear when we saw our grandpa. He didn't tell us that he would visit us. كنا ايه عندما رأينا جدنا؟ هو ما قالناش ان هو هيجي يزورنا. كنا ايه بقى؟ كارما نفتح المايك ونجاوب Yes, على طول. Mr. Surprised. سربرايز سربرايز سربرايز. كنا متفاجئين. We had a burnt cold delicious bad lunch. We liked it very much. Delicious. Delicious. تناولنا غداء لذيذ حبيناه كتير قوي قوي. Number 15. The of the جلابية are long. طويل جدا جدا أو طويلة جدا جدا. So we don't get sunburned. لا نحصل على اسمرار البشرة. الجلابية بتتميز بإيه؟ إيه سليبس ليفز. الأكمام طويلة طبعا يا أبطال، علشان كده لا نحصل على اسمرار البشرة. There is water or around the elephantine أو elephantine. ممكن زي ما اتفقنا elephantine American elephantine British. There is water all around the elephantine. elephantine إيه يا كارما؟ ايلاند ايلاند جزيرة الإليفنتين طبعا. مية حواليها في كل الاتجاهات. اكسلانت كارما. ريدي آدم. ريدي آدم. ريدي يوسف أحمد. Yes, Mr. You can see. تستطيع أن ترى. ديب عميق. داون ان ذا ريد سي. ايه اللي ممكن نشوفه داخل اعماق البحر الاحمر؟ يوسف احمد كورال ريفز طبعا الشعب المرجانيه. اكسلنت. ذا تريز اند بلانتس اوف ذا ار ذا هوم اوف لوتس اوف بيردز اند انيمال. باجي الاشجار و سوري فورست فورست طبعا الغابة يا بطل. الغابة دي عبارة عن موطن للكثير من الطيور والحيوانات. You can in the evening. You can see ايه؟ ايه اللي ممكن نشوفه في المساء؟ sunlight Sunlight ضوء الشمس. هل الشمس no تصنع no no sun sun sunset 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 غروب الشمس طبعا، لكن سان رايز شروق الشمس. سان لايت ضوء الشمس. الشمس وكل ده مش بنشوفه غير بالنهار، لكن سان سيت بالليل طبعا. اتفضل يا بطل. You can go on a Nile trip on a bus. تستطيع ان تقوم برحلة نيلية هنا. ايه رحلة Bus. نيلية في فيليكا. لوكا طبعا يا بطل. القارب الشراعي. اكسلنت يوسف احمد. ريدي سلمى. Yes. ايكو توريستس don't like to travel by plane. اتفقنا السياحيون ما بيحبوش يسافروا بالطيارة. Because of ايه؟ بسبب ايه الطيارات اللي بتسببه؟ The plane causes Pollution. pollution طبعا التلوث. التلوث بيسببه الكثير من الطائرات. الطائرات بتسبب تلوث كتير، عشان كده السياح البيئيون ما بيحبوش يسافروا بالطيارة.
like to travel by train, by boat, on foot كمان أو by bike كمان. نكمل مع سلامة جميلة. The ancient Egyptians built the pyramids. المصريون القدماء بنوا الأهرامات لكي تكون إيه؟ For the kings. هل تكون كيمز ولا تيمبلز ولا تومز ولا جاردنز؟ كلنا عارفين إن المصريين القدماء بنوا الأهرامات عشان تكون إيه؟ متاحف ولا معابد ولا مقابر للملوك؟ نسمع سلمى. مقابر الملوك. تومز طبعا والبيس ايلاند ما ننساش. اكسلنت يا سلمى. ايكو تورستس لايك ان طابا there is a lot to see under water. تحت الميه خلي بالك يا سلمى اوعى نغرق. هيحبوا ايه تحت الميه بقى؟ swimming. swimming. swimming ده بيبقى on water على سطح المياه. دايفنج الغوص. في فرق كبير جدا. طيب ليه يا مستر انت اخترت هنا دايفنج؟ علشان قال لي اندر ووتر. نكمل مع سلمى. اي لايك تو كلايم ذا. اتسلق. اتسلق ايه؟ but it is so dangerous. خطير جدا جدا. ماونتين. ماونتين طبعا. تسلق الجبال بيكون خطير جدا جدا جدا. بيسان ريدي. بيسان عندنا كمان في مارتن الجميل يا شباب من متابعي القناة نفسه يحضر معانا. يا ريت لو يتابع الفيديو ده كمان. في كتير من المتابعين بعتوا له على الخاص. تعال نسمع دلوقتي مع يوسف فريد. ريدي يوسف فريد. The Nubians have beautiful, brightly decorated houses. The Nubian إيه؟ villages. Village. القرى النوبية عندها منازل، منازل جميلة مزينة بألوان زاهية. Tourism, ecotourism, traveling, pollution, an exciting idea. فكرة. It looks after the environment. تعتني بالبيئة. And helps local people. وبتساعد الناس المحليين. إجابتي هي إيه؟ ايكوتوريزم. جدا يا بطل. You can find تستطيع طابة like the Nubian ibex and real bears. يوسف أحمد. Wildlife. طبعا تستطيع ان تجد الحياه البريه الرائعه في طابه زي الماعز الجبري النوبي وكمان الطيور النادره. ايمن از هي تيلز ذا تورستس وير زي كان جو. ايمن ده بيشتغل ايه؟ هو بيخبر السياح حيث يمكنهم ان يذهبوا. جاي جايد مرشد يا بطل. اكسلنت يوسف فريد. تعال نسمع مع بعض. يوسف احمد. يس مستر. بيستمتعوا. they go for a walk. تمشية for time to time من وقت لآخر. هي اسمها ايه walk from time to time؟ دايفنج ولا هايكنج ولا كامبينج ولا سايكلينج؟ كامبينج. كامبينج المعسكر. ما تمشيش انام في خيمة. هايكينج. هايكنج. هايكنج تمشية. يلا يا يوسف. Tourism is very much more important to many countries. السياحة دي عبارة عن امبورتنت طبعا. رائع يا يوسف احمد. عندنا يا شباب اتعلمنا في سنه خمسه في يونت 3 تو بلس انفينيتيف. تو معناها لكي زائد الفعل في المصدر.
تعال نسمع مع بعض. علي I went to town. I went to town to buy a beautiful dress for the party. To buy. To buy. أنا ذهبت للمدينة لكي أشتري فستان جديد جميل للحفلة. I got I some got some cardboard paper. to make a poster. أنا معايا ورق. To To make make. poster. To make a لكي أصبح. I searched on the internet. بحثت على الانترنت. To لكي. بعد to Find. لازم فعل في المصدر يا بطل. Find. الإجابة to إيه؟ Find the information for my homework. أجد معلومات عن الواجب الخاص بي. تعال نسمع مع بعض نور الدين. اوكي I bought a scarf. أنا اشتريت وشاح وكمان قفازات. مي وورم. عايز بقى لكي تجعلني تحافظ علي دافئ. Keeping to keep kept keeps. تو كيب طبعا تو زائد فعل في المصدر بدون اي ان جي بدون اس بدون تصريف تاني فعل في المصدر. نمبر فايف يا بطل. Okay, I went to the library to borrow ولا براون ولا بورينج to borrow. طبعا ذهبت للمكتبة لكي أستعير كتاب. ملك wears her sunglasses to. ملك بترتدي نظارتها الشمسية لكي إيه؟ Protect. من غير اي ان جي من غير اي دي ومن غير تو كمان عشان في تو موجودة يبقى هستخدم بروتكت. نمبر 7 حازم studied hard to To get. get فعل في المصدر طبعا to get good grades. حازم ذاكر بجد لكي يحصل على درجات جيدة. Why are you running؟ لماذا أنت تجري؟ So to because until I am late. Because. Excellent يا بطل. طبعا هنا إجابتي هتكون إيه؟ Because لسه مكملين. Because I am late علشان هنا مفيش فعل في المصدر في السبب بسبب إن أنا متأخر. اتفقنا كمان على صفات اي دي وصفات اي ان جي. تعال نفتكرها مع مستر نصر. لما اقول لك اي ام اكسايتد انا متحمس. هنا يا ابطال صفه منتهيه باي دي يبقى على طول بتصف شعور الشخص. انا بشعر بالحماس. اي فيل اكسايتد. لما اكون بشوف فيلم جميل كده هو وانا مهتم بالفيلم اقول I am interested. لكن لو هتكلم على السبب هستخدم صفة ING. The dress was amazing, amazed, interested, excited. تعال نسمع مع بعض. كارما ريدي. كارما كارما نفتح المايك. The dress was so she liked it. ماشي نسمع مع بعض كمان. سلمى يوسف فريد اتفضل يا يوسف. The dress was amazing. Amazing السبب موجود. سبب اللي هو الفستان رائع جدا. She was so gorgeous. She was amazed. Amazed شعرك بالاندهاش. Excellent يا بطل. He was too to make them.
He was طيب too tired, متعب جدا. انا بصف شعوره. His work was very، العمل بتاعه سبب، يبقى استخدم صفة طيب ING، يبقى ايه الإجابة؟ excited. لا، العمل بتاعه كان ايه؟ العمل ده السبب، يبقى لازم اختار صفة منتهى بايه؟ Tiring. يبقى ايه الإجابة هنا؟ نتكلم على السبب، سبب حاجة، يبقى على طول اختار صفة اي ان جي. نور الدين، ريدي نور الدين. قبل ما نبدأ مع نور الدين، اتكلمنا على الباست كونتينيوس تنس، الماضي المستمر، ووز اوير اي ان جي، اي ووز، هي ووز، شي ووز، ات ووز، they were، we Okay, were. we're trying, was trying to try, but we're trying. طبعا هنا مش هينفع ووز عشان، وهنا مش هينفع تراينج. اكسلنت نور. نمبر 2، اي Okay, I were walking, was walking, walking, walks. هنقول was walking. I was walking. طبعا I was walking. طبعا هنا إجابتي طبعا إيه؟ We're walking. Excellent يا بطل. We were trying. Number two, I was walking. نكمل. Okay, three. I were traveling, ولا traveling, ولا travels, ولا was traveling. Three. طب was traveling. طبعا was traveling. I was traveling. Number four. Four. We were trying, tries to try, trying. Were trying. We were trying. يبقى انا عندي في هنا we، هختار على طول where i n g، هنا في i، يبقى انا عندي في was i n g. يا ابطال لسه مكملين مع بعض يا ابطال؟ ريدي علي، علي Rhythms. Tamir was listening to the radio. Was تامر، و listening. طبعا تامر سينجلر، يعني he was listening to the radio. Number 6، أحمد Ahmed was swimming in the sea. Was. was. Number 7، Were they making factor? طبعا where عشان في زي، فتة جميلة جدا. Where they making فتة. Number 8، I was watching everyone. I was watching everyone. كنت براقب وشاهد كل واحد. Excellent. علي. Okay. كارما. Ready كارما. Yes, Mr. Yes, I was. Was a verb ing. Yes, I was having. Yes, I was having breakfast. كنت بتناول الفطار. Number 10, my mom. My mom was cooking. Okay, ماما كانت بتطبخ الغداء الساعة 3. Where Where you? you today? Yes, I was. طبعا لكن لو في ار يو كنا قلنا عيان. كويس جدا، رجعت في كلامها بسرعة.
شاطرة يا كرم. زي they لازم أكمل قراية، أكمل قراية. playing football they were watching a match. weren't قدم ولا ما بيلعبوش؟ ده هم بيشاهدوا المباراة. زي إيه؟ weren't طبعا إجابتي زي weren't. they weren't playing football they were watching a match. اتكلمنا بعد كده على الباست سيمبل تنس، الماضي البسيط لو فعل منتظم اضافه دي اي دي اي اي دي، فعل غير منتظم يبقى تصريف تاني. تعال نسمع مع بعض ليوسف فريد. أميرة went to bed late tonight. أميرة went to bed late tonight، ذهبت للنوم متأخر الليلة، في الماضي تصريف تاني. yesterday خلاص إجباري يبقى استخدم تصريف تاني. اتفضل يا يوسف. Yesterday he left home early to catch the 6 o'clock train. البيت مبكرا لكي يلحق قطار الساعة السادسة. ليفت تصريف تاني، ليف طبعا ليفت دي غلط. I didn't bring my ruler, so I asked my friend for help. خلي بالك يقول I asked لك اي دي، انا لم احضر مسطرتي، يبقى بتكلم في الباست، في الماضي، يبقى لازم تكلم في الماضي. يبقى الكابتن I asked اسكت. جود يوز نمبر فور. my little sister bought a new dress last week. اشترط طبعا علشان في لاست يبقى لازم تصريف تاني. نمبر فايف. I didn't go to school yesterday. رائع جدا يوسف فريد. didn't plus infinitive علشان في yesterday. يبقى انا عندي في ثلاث اختيارات في كلمه معبره عن الماضي. اول اختيار تصريف تاني، ماليتش تصريف تاني، يبقى فعل منتظم اخره دي او اي دي. ماليتش لا تصريف تاني ولا فعل منتظم، هختار didn't plus infinitive. مكملين مع بعض. مستر ناصري loves you so much. لسه مكملين حل مراجعة step ahead. بس ما تنساش تعليق جميل منك وشوف استفدت ايه النهارده. نور الدين ريدي. نور الدين Yes. Elephantine Island is، جزيرة الإليفنتين إز إيه؟ سي ان أسوان. طبعا موجودة في أسوان. We're going to walk، سنذهب للتمشية، نتمشى. Who the tombs of the nobles. To the tombs. Be silent يا بطل. We're going to walk to the tombs of the nobles، مقابر النبلاء. I was. Okay, I was sleeping at 6 a.m. بعد was aware ing tourism السياحة. Tourism B gives job for local people. طبعا بتقدم فرص عمل للسكان المحليين. يس مكملين مع بعض. ريدي يوسف أحمد. Yes, Mr. We have nice projects. عندنا مشاريع رائعة أكيد طبعا لها Help the دور. environment. هلبس environment. خلي بالك projects يعني مشاريع، لو جه بعدها فعل يبقى لازم يكون فعل في المصدر. طب هنا اخرها يبقى اكيد دي
هتعمل ايه؟ المشاريع الرائعة بتعمل ايه؟ help the environment. خليها اخر يا يوسف، انا شاكك فيها شوية. ايكو ايكوتوريزم. السياحة You can البيئية. enjoy diving, hiking, and camping. الكلام ده لو ايكو تورستس، لكن دي ايكو توريزم، إيه. السياحة البيئية بتساعد البيئة. تعال نشوف كده نمبر 1 هتكون ايه يا يوسف. We have nice projects that look after the coral reefs in Egypt. في مشاريع رائعة بتهتم وتعتني بالشعاب المرجانية في مصر. ايكو توريزم، السياحة البيئية، مالها؟ Help the environment. تساعد البيئة كمان. ايكو توريستس ان طابة، السياح حيين في Enjoy طابة، diving, hiking, and camping. بيستمتعوا بالغوص، التمشية، كمان التخييم. Would you like؟ To stay other. طبعا. Would you like to stay here؟ هل تحب أن تقيم هناك؟ Excellent يا بطل. Ready. معانا مين؟ كارما. Yes, Mr. Who هو is there doing to visit? آسر هيزور. His uncle and aunt. His uncle and aunt. تمام. حازم آسر بجد. To get good grade. get good. Excellent. They were very poor. كانوا فقراء جدا. But they were happy. كانوا مبسوطين كمان. يحتاجوا أن يحملوا شنطهم. For their holiday tomorrow. Yes. نمبر خطأ بسيط يا جماعة. بعد كده تعال نشوف مع بعض. علي، what was Hiba doing at 2 p.m. ماذا كانت تفعل هبة الساعة 2 بعد الظهر؟ She was having lunch with she D. was بتتغدى وحدها. ادعينا يا هدى، جعانين نتغدى معاك. اتفضلي يا علي. tourism Talks me people. helps people learn about the new cultures. See. learn about new culture، بتتعلم عن ثقافات جديدة. tourists like Tourists to like to dive in the Red Sea. بيحب يغوصوا في البحر الأحمر. Where did Nagua go? She went to Aswan. ذهبت لأسوان. أنا مبسوط جدا جدا بالكل. ومعانا علي كمان جاوب أول سؤال صح. هبة ووز، يبقى شي ووز زي ما قال لي بالظبط. وهنا نجوى، وفعل في الماضي البسيط هستخدم تصريف تاني. اكسلنت علي. fill in the gaps using words in the box. sleeves، أكمام، robe، soap، جلابية، الجلابية، shorts، short، shirts. قمصان. نسمع يوسف فريد. تفضل يا يوسف. I'm wearing جلابية and لا shorts and jeans. طب الأول، طيب نقرأ. I am doing إيه؟ I'm doing a school project about Egyptian clothing. I live in the heat. It is usually very hot. I'm wearing shorts and a t-shirt. يبقى نمبر 1 شورتس طبعا، شورتس اند تيشيرت. كمل يا يوسف. Many men wear them. جلابية. This is the long white
الإيجابية. This is a long white sleeve that is A long white إيه؟ long. روب. صحيح، أبيض. It is made from cotton. The sleeves are long so we don't get sunburn. الأكمام طويلة جدا علشان كده لا نحصل على اسمرار بشرة. ريدي نور الدين. انفايرمنت، بيئة فريندلي ودود، ايكو تورست، السياح بيئيون، ان فريندلي ودود غير ودود، ان وايلد لايف حياة برية. اتفضل يا نور. طابة. Okay, Taba is an excellent example of a part of Egypt where ecotourism works well. You can find fantastic and all wildlife. Excellent, fantastic wildlife in Taba. In Taba, like the Nubian ibex and rare birds, this is very good for the ecotourists. Ecotourists, طبعا. Okay, because they can go and enjoy the environment. Excellent. يستمتعوا بالطبيعة. The local people are very friendly. Excellent. Excellent. الناس البدائيين المحليين ودودون جدا. So the ecotourists can have a meal with them or talk to them about their culture. قطعة جميلة. نسمع مع بعض. مين مستعد يجاوب معنا؟ يوسف أحمد. Elephantine Island is the oldest part of Africa. All the island is full of history. We can visit one museum in Aswan. We enjoy the sunset from Feluca in Aswan. We enjoy walking to the tombs of the nobles. I really love Aswan. Elephantine Island is the سرعة يوسف. Okay, Mr. Oldest. We enjoy the sunset from a أنت فلوكا. لوكا. Where is Elephantine Island? In أسوان. أسوان. Does the writer love أسوان؟ هل الكاتب أحب أسوان؟ Yes. Yes, he loves أسوان طبعا. مستر نصري loves you so much. أنا استمتعت جدا 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 معاكم النهاردة يا أبطال. ما تنساش سبسكرايب، فعل الجرس للكل يصلك كل جديد. Goodbye.